الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نبدأ إن شاء الله في الكلام اليوم على الأواني والجلود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الأعيان المتنجسة وما يطهر منها. المتنجسة وما يطهر منها. وجلود الميتة تطهر بالدباع، إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. المصنف انتقل بعد ذلك، بعدما بين لنا المياه وأنواع المياه، وكيف يستطيع المرء أن يتوضأ، وما هي المياه التي يمكن أن يتوضأ بها المرء. ويعني كثيرا ما كان يقول لي الإخوة: حتى شروط الصلاة نحن لا نتقنها، المياه التي نستطيع أن نتوضأ بها أو يصح الطهارة بها لا نتقنها، فكيف ما يكون بعدها. الآن انتهى المصنف من الكلام عن المياه، وتكلمنا عن أقسام المياه، وكان لابد لزاما أن نعطي اختبار عليها، فقلت لا، نرجع الاختبار حتى نأخذ المياه وأيضا الأواني. قال: الأعيان المتنجسة وما يطهر منها. أقول الأعيان على أقسام ثلاثة: أعيان طاهرة، هذه الأعيان مثل كبهيمة الأنعام، أعيان طاهرة كالآدمي، وأعيان نجسة. والأعيان النجسة قسمان: أعيان نجسة بذاتها، وأعيان متنجسة يعني لها النجاسة طارئة. والأعيان النجسة بذاتها كالخمر والخنزير والكلب، على خلاف بين العلماء، لأن في خلاف عريض بين العلماء في الخمر هل نجسة أم لا، وأيضا في خلاف بين هم اتفقوا على الميتة، وفي خلاف بينهم على الكلب، يعني الاتفاق في اتفاق على الخنزير لكن في خلاف على الكلب. المالكية يرون طهارة الكلب، بعض أقوال المالكية يرون طهارة الكلب، وإن أنكر هذا في المذهب، لكن بعض المالكية يرون طهارة الكلب. الغرض المقصود هذه أعيان نجسة بذاتها بعينها. والقسم الثاني أعيان متنجسة. والأعيان المتنجسة نوعان: متنجسة بنجاسة طارئة نستطيع تطهيرها، ومتنجسة نجاسة طارئة لا نستطيع أن نطهرها. أما النوع الأول الذي نستطيع تطهيره، النجاسة التي تقع على الثوب، أو النجاسة التي تقع على السمن، السمن جامد ولا سائل مائع؟ جامد. الفأرة لو وقعت على السمن وهو جامد نستطيع أن نطهرها، كيف ذلك؟ نأخذها وما حولها ويبقى الباقي على الطهارة بفضل الله. وأدخل بعضهم جلد الميتة إذا دبغ، يعني تجوزا، أن هذا أصل الميتة، فيدخل أيضا في النجاسة التي يمكن تطهيرها، لأن الجلد الميتة نجس بالموت فيطهر بالدباغ كما سنبين. والنوع الثاني هو النجاسة التي يمكن، التي لا يمكن تطهيرها، كوقوع النجاسة في اللبن أو في الزيت أو في الخل، لا نستطيع الفصل الآن. فهذه أعيان متنجسة نجاسة طارئة لا تخلو عنها، لا نستطيع تطهيرها. هذا قول المصنف على الأعيان المتنجسة، هذه أقسام ثلاثة. نقول الذي يخصنا من هذه الأعيان التي تكلمنا عنها هو الأعيان المتنجسة، نجاسة طارئة يمكن تطهيرها، يمكن أن نطهرها. والذي يخصنا منها هو الكلام على جلد الميت. أقول الإنسان يعني في الصحراء له سقاء وله أوعية ممكن أن يشرب فيها، يشرب فيها العسل، يشرب فيها الماء، يشرب فيها اللبن، يشرب ما يشرب. هذه الأوعية تعتبر في محل الأواني، وهذه ممكن أن تتخذ من الحديد. الآن هي متيسرة في مسألة الحديد والنحاس وغيره،
لكن في العرب كانوا يستخدمون الجلد، يجعلون القربة، هذه القربة ليشربون فيها. هذه القربة هل يمكن للإنسان أن يستخدمها من كل شيء، من المأكول أو غير المأكول، من الميتة أو من الحي أو من غير ذلك؟ هذا الموضوع فقهنا اليوم هو الكلام على هذه الجلود، الجلود التي تستخدم كأواني أو كقرب أو أشنان للشرب. الأعيان ثلاثة، أعيان طاهرة وأعيان نجسة وأعيان متنجسة. النجسة بذاتها الخمر والميتة والخنزير، والمتنجسة نوعان، متنجسة بنجاسة طارئة تخلو عنها، يستطيع نحن نطهرها، متنجسة بنجاسة طاهرة لا يمكن تطهيرها، كوقوع النجاسة في الخل أو في اللبن. معي؟ مش عايزين نسترسل في الشرح الأول بعدين نتكلم. قلنا الأعيان طاهرة كالآدمي، كبهيمة الأنعام، فالآدمي على الرارح طاهر في كل شيء، شعر وعظم، ميت وحي. طيب، فإنه المسألة حتى نسترسل في الشرح. رجل عنده شاة، هذه الشاة كان يربيها على عينه كما رأينا في بعض الإخوة، يعني امرأة حامل فيريد العقيقة، فكل يوم يأخذه بيسرح به ليشتم الهواء، فرحان بالبهيمة اللي عنده، فيطعمها ويسقيها، فضربت، وهذا عواقع، أنا ما أتكلم بالخيال، فضربت بسيارة، سيارة ضربت النعجة أو البهيمة اللي عنده، طبعا كاد يموت وكاد يقتل الرجل ليربيه على عينه، فالحمد لله أنه ما مات وحلنا المشكلة، لكن لنفرض أنه مات الآن، فماذا سيحدث؟ الحصرة الشديدة عليه، فيقوم ويمر عليه الرجل المتفقه فقال: وإن مات وإن ضاع لن يضيع عليك كله، لك أن تنتفع بشيء منه. قال: أنتفع بإيش؟ كله ميتة والميتة نجسة، كيف أنتفع وبما أنتفع؟ فقال له: لك أن تنتفع بجلد الميتة. قال: كيف ذلك وهو ميت وهو نجس؟ قال: هذا موضوع الفقه اليوم، هو كيف ننتفع بجلد الميتة وهو نجس. أقول في المذهب الشافعي يرون قاعدة مهمة جدا، يقاعدون لنا قاعدة مهمة جدا، الحياة لازمها الطهارة في المأكول وفي غير المأكول. أقصد بالمأكول بهيمة الأنعام كالماعز كالضأن كالبعير كالبقر، وغير المأكول كالأسد كالضبع، صح؟ كالأسد كالضبع كالذئب كالنمر. أنت الصاحي فقط هم النائمون؟ الضبع لا، الضبع لا يا إخوة يا فاضل أحمد، لأن أنا قلت، قالوا الحياة، هذه القاعدة عندهم، الحياة لازمها الطهارة، مأكول أو غير مأكول، مأكول كبني البشر أو كبهيمة الأنعام، صح؟ خطأ، بني البشر يؤكلون؟ لا، طب كبهيمة الأنعام، وغير مأكول كالأسد كالنمر كالضبع كالذئب كالغراب. الضبع لا، ها ما رأيكم؟ ها الضبع أكله النبي، والضب حتى الضب ما أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خالد امتنع عنه فقال: أحرام؟ هو قال: لا، كان لا يؤكل بأرض قومي فأعافه، فأجدني أعافه. الآن كلامي خطأ، طيب صححوه. أخي أجب أولا بالسلسلة الصحيحة، الضبع قل يؤكل لا يؤكل، يؤكل لكذا لا يؤكل لكذا، الضبع يؤكل يعني أنا أخطأت في اللفظ. طيب ليه ما يؤكل؟ هو له ناب يا أخي، الناب على أن يهجم به، يعني تقصد أن الناب في قول سلم لا يؤكل ذناب، ولا أنه حرم أكل الذناب أو المخلب من الطير، تقصد بها الناب الذي يحارب به ويقاتل به؟ ما الدليل؟ الابتسامة ليست دليلا، صحيح ولا لا؟ أنت أجبت إجابة سديدة صدقني، لكن أنا أريد، قلت طالب العلم لابد له من سلاح، ولا يصح لهذا المجلس أن يجلس فيه طالب علم ليس عنده أسلحة، سيضرب على أم رأسي بسرعة ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه. تركتم الأسلحة في البيت؟ نعم يا إبراهيم. مين قضي فيه يعني إيش؟ نعم، قتل في الحج فكان صيدا، فاعتبره النبي صلى الله عليه وسلم صيدا، فلما اعتبره صيدا جعل فيه الكبش، فلما اعتبره صيدا علمنا أنه إيش؟ مأكول، علمنا أنه مأكول. وقلنا أن الشافعي قال: ما زال الناس يأكلونه بين الصفا والمروة، ولا ينكر أحد عليهم بإجماع كإجماع السكوت يأكلون الضبع. فإذا هذا الذي يخصص الناب، عموم الناب، أن الناب الذي يعدو به على الإنسان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن بالحل والحرم، وذكر منه إيش؟ الكلب. هل الكلب تخصيصا ولا الكلب العقور؟ الكلب العقور الذي يعدو بنابه على الناس، مفهوم ولا لا؟ يبقى إذا قالوا مأكول أو غير مأكول، الحياة لازمة للطهارة، والموت
لازمة للنجاسة، مأكول وغير مأكول، هذه القاعدة عند الشافعية. ولذلك قالوا نحن نقول إذا كانت الحياة تقوى على تطهير الحيوان والموت ينجسه، فإننا نقول بأن الدباغ دي تكملة القاعدة، الدباغ ينزل منزلة الحياة. بالنسبة للجلد الدباغ ينزل منزلة الحياة. طبعا النتيجة إن كان الدباغ ينزل منزلة الحياة فالنتيجة يطهر، كما كانت الحياة لازمة للطهارة فإذا الدباغ يكون لازم للطهارة. قالوا وهذا ليس من بنات أفكارنا ولا من كيسنا، بل هو من الأثر والنظر. أما الأثر فحديث السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أنه مر عليهم وماتت شاة لميمونة رضي الله عنه أرضاه، مر عليهم فقال هل انتفعتم بها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، يعني الميتة لا ينتفع بها. فقال إنما يحرم من الميتة إيش؟ أكلها. ثم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. انتبهوا، إهاب معنى الإهاب هو الجلد قبل الدباغ، انتبهوا لأن هذه مسألة من المرجحات عند المخالفين. الإهاب هو الجلد قبل الدباغ يسمى إهابا. فقال أيما إهاب يعني أيما جلد قبل الدباغ، دبغ فقد تحول من النجاسة إلى الطهارة. قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا دليل لهم على عموم الطهارة في جلود كل مأكول وغير مأكول، لأن أي من الأسماء المبهمة تدل على العموم سواء مأكول أو غير مأكول. أيما كأن النبي يقول جلد النمر الذي لا يؤكل، لا أترك النمر الآن عشان فيه خلاف، جلد الضبع، جلد الذئب، جلد الأسد، جلد بهيمة الأنعام، جلد الضأن، جلد الماعز، إذا دبغ وهو ميت فهو طاهر، فهو طاهر. إذن قال أيما وأقرب ما يضرب مثلا في ذلك حمار الوحشي والحمار الأهلي. الحمار الأهلي لا يؤكل ولا يؤكل؟ لا يؤكل بالإجماع عندكم، الحمار الأهلي لا يؤكل، والحمار الوحشي أيضا لا يؤكل، يؤكل بالإجماع. يبقى إذن لو كان الحمار الوحشي ميتة والحمار الأهلي ميتة، فنحن نقول هل يمكن بالدباغ يطهر الجلد ويمكن استخدامه أم لا؟ عند الشافعية قالوا بالعموم. قلنا لما قالوا؟ لأن السلام قال أيما هذه للعموم، يعني مأكول أو غير مأكول. أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور أو طهور جلد الميتة دباغه، أو قال طهور الميتة دباغه، فجعل الدباغ هو الطهور. قالوا هذا من الأثر. قالوا من النظر إن كانت الحياة دل على طهارته، ما من أحد وضع يده مثلا على الحمار الوحشي أو وضع يده على البعير وأحد يقول له روح اغسل يدك حتى تصح صلاته، في أحد يقول بذلك؟ رأيت رجلا وضع يده مثلا على البعير أو وضع يده على الضأن فقيل له نأمرك بغسل يديك حتى تصح صلاته؟ لا، لما؟ لأنها ليست نجسة، هي طاهرة. قال كما أن الحياة لازمة للطهارة وأن الموت لازم للنجاسة، فإن الدباغ يساوي الحياة في هذه المسألة، الحق الدباغ بالحياة. لما؟ لأنه فعل ما تفعل الحياة، الحياة تدل على طهارة البعير، والدباغ بعد الموت إن كان ميتا يدل على طهارة الجلد. قالوا هذا الحق الدباغ بالميت، قالوا هذا من النظر. يبقى إذن الشافعية، أصول الشافعية يرون أن جلود الميتة وإن كان الميتة لا ينتفع بها يمكن أن ينتفع بها، لكن بشرط وقيد وهو الدباغ. فما هو الدباغ؟ الدباغ هو التنظيف، تنظيف الجلد، تأخذ الجلد، لو معنا جزار الآن ممكن يوصف لنا هذه المسألة، تأخذ الجلد تنظفه من الباطن من اللحم وغيره، بعد ما تنظفه وتمر عليه الماء تضع عليه الملح أو الأشنان أو غير ذلك أو الشبة، ثم تضع أيام عدة في الشمس عشان يتصلب في الشمس ولا تجد منه الرائحة المنتنة، ده اسمه الدباغ. ما فعلتم هذا؟ ما أحد فيكم ضحى قبل ذلك وفعل؟ نعم، في أحد فعلها عمليا؟ طب ممكن يعطينا الطريقة كيف؟ بعد ما يشفيه، نعم، ويسلخه يفرده، أي نعم، وبعدين ينظف أي عوالق فيه، وبعد ذلك يضع الملح، نعم، ويصدره للشمس هذه يوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام، فهذا الدباغ. فيصير الجلد هنا طاهرا، طاهرا ظاهرا وباطنا. ثم سألناهم طب إن كان طاهرا فيما ينتفع به؟ قالوا ينتفع به بالصلاة، وينتفع به بالسقاء، يكون قربة للسقاء، ينتفع به كفرش، ينتفع به في كل شيء.
قلنا لهم إذا انتفع به هل ينتفع به في البيع والشراء؟ قالوا هنا محل نظر. إذن الشافعية يرون أن كل جلد من جلود الميتة يطهر بالدباغ، وقالوا ينتفع به في الصلاة ظاهرا وباطنا، ينتفع به في فرش، ينتفع به في سقاء. ثم سألناهم هل ينتفع به بالبيع والشراء؟ كثير من الناس يذهبون إلى الأماكن اللي فيها الميتة فيسلخ الجلد فيأخذه، لا سيما الثمينة هذه جلد البقر وغيره، فيسلخه، هذا واقع، يسلخه ويأخذ الجلد ويجعل له هذا الصنيع اللي هو الدباغ فيطهر عنده. هل له أن ينتفع به بيعا وشراء؟ لا سيما وإن في كثير من المحلات الآن لا تتاجر إلا في هذا، تتاجر في جلود البقر، وتتاجر أكثر في الإيش؟ في الميتات، تأخذها وتسلخها وتدبغها. هل يصح بيعه وشراءه أم لا؟ أما في الشافعية في المذهب، كل ده في المذهب، إحنا ما دخلنا على أي خلاف. المذهب قالوا لا، هذه المسألة محل نظر. إذا قلنا بالانتفاع بالصلاة ظاهرا وباطنا، انتفاع أيضا بالشراب، فعندنا في البيع نظر. قلنا ما هو النظر؟ قال قولان في المذهب، قول قديم وقول جديد. فوقفت عند طلبة العلم لأسألهم ما معنى قول قديم وقول جديد حتى ندخل في المسألة على ظهور. الآن سألنا الشافعية ننتفع بجلود الميتة؟ نعم ننتفع بشرط وقيد، وهو الدباغ، أحسنت، أيهما جلد ميتة أو أيهما إهاب قد دبغ فقد طهر. قالوا بعد الدباغ لك أن تنتفع بها. قلنا ننتفع بها بكل شيء. قالوا لا، تنتفع بصلاة، تنتفع بسقاء، تنتفع بفرش، لا تنتفع ببيع وشراء. أو قالوا البيع والشراء عندنا فيها قولان. قلنا حتى نطلع على القولين قولوا لنا ما معنى في المذهب قولان. أيها الشوافعة يا أهل الشافعية، انتصارا للمذهب أستاذ، قولان يعني إيش؟ يعني قول قديم وقول جديد، أحسنت. القول القديم هو في العراق والجديد في مصر، نعم أحسنت. يبقى إذا قولان في المذهب، قول قديم وقول جديد. أما القول القديم فقالوا لا ينتفع من الميتة ببيع ولا شراء، واستدلوا على ذلك بعموم قول الله تعالى إنما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآيات. قالوا إنما حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أكلا وشرابا وسقاء وفرشا وجلدا وعصبا وعظما وشعرا وكل شيء. حرمت الميتة، الميتة اسم جنس ألف ولام، فيبقى الكل، كل أجزاء الميتة حرمت عليكم. فقالوا هذا عموم. قالوا هذا عام، وعندنا دليل خاص في المسألة. ما هو الدليل الخاص في المسألة؟ قالوا حديث جابر، حديث صحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والأصنام والخنزير، قال والميتة. فحرم بيع الميتة، وهذا على العموم، يعني حرم كل شيء يخص الميتة، حرم بيعها، لحمها وشحمها وعظمها وعصبها وشعرها وأيضا جلدها، حتى ولو دبغ. قالوا حتى ولو دبغ، لأن الدليل المخصص لم يأتي حتى الآن. فقالوا هذا بالأثر. وبالنظر قالوا حتى لو قلتم لنا يجوز البيع لأنه يجوز الانتفاع، فإن القاعدة عندنا وعندكم، وده صحيح، فإن القاعدة لا يستلزم إن اتفقتم ستفسروا، لا يستلزم جواز الانتفاع جواز البيع، لا يلزم من إجازة الشرع للانتفاع جواز البيع، لأننا سنورد عليهم إيراد. أنتم قلتم يحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يصح الانتفاع بجلد الميتة، قال ادبغوه وانتفعوا به، هل انتفعتم به؟ وأمرهم بالانتفاع بعد أن يحدث معهم الدبغ. فقالوا إذن أجاز الانتفاع فضمنا قد أجاز البيع. فردوا عليهم وقالوا لا، هذا القول القديم، قالوا البيع والشراء. توافقون كلامهم صحيح؟ الدليل سلاح، ما عندنا إلا الأسلحة. هذا الجانب جانب واقف متعري، دايما رأيت واقف على الخط ما معه الأسلحة. الحمد لله أنتم في الصف الثاني مش في الصف الأول. أين الأسلحة؟ عندك؟ لا لا يا صاحب النوبة أبدا. هل النبي حرم بيع الخمر وأباح الانتفاع بها؟ بالآنية قص، لأن الرجل في صحيح مسلم صار وقال ما قلت له؟ قال قلت يبيعها. قال أما علمت أن الذي حرم شربها قد حرم ثمنها؟ وحتى الانتفاع حرم سلم الانتفاع بها. قالوا له ما الأيتام؟ قال أريقوها، ما في أي انتفاع بالخمر بحال من الأحوال. لكن أنت فتحت بابا عظيما، فأجدت فيما فعلت، لكن طبقت تطبيقا إيش؟ ليس بسديد، لكن فتحت باب جيد جدا أستاذ محمود، أحسن لفض فوق. حرم بيع بعدما أجاز الانتفاع بالكلاب، حرم بيع الكلاب. أجاز الانتفاع بالكلاب كيف؟ الحراسة، حراسة وحرث وزرع كمان،
طبعا هذه مسألة خلافية أيضا، العلماء قالوا أن كلب الحراسة يجوز بيعه، وأنا لا أرجح هذا. صحيح الراجح أنه لا يجوز بيع الكلاب بحال من الأحوال، لكن يجوز الانتفاع. نعم يجوز الانتفاع. في أمثلة ثانية كثيرة موجودة. الله يهديكم. ها أيمن، ما لها الشحوم الميتة؟ كيف ذلك؟ وين الدليل؟ قالوا له يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة يطلب بها السفن؟ قال لا حرام. الآن هذه أنت دخلت في مسألة رددت المختلف فيه على المختلف فيه، أصبت الإجابة وأخطأت الاستدلال. الحديث ظاهر جدا، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت شحوم الميتة؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي عندما تسمعوا الصلاة عليه وسلم تصلون عليه وسلم؟ هذا أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يطلى بها السفن ويستخدم في كذا؟ قال إيش؟ لا إنما هو حرام. هذه مجملة، لا إنما هو حرام على الانتفاع، أو لا إنما هي حرام على الإيه؟ على البيع، أو نقول بالعموم لا إنما هي حرام على الانتفاع وحرام على البيع. اترك بالراجح الآن، لما تردنا من المختلف فيه على المختلف فيه؟ هذه ليست دقة نظر عند طالب العلم. ائت بالمتفق عليه ورد المختلف فيه إليه. أحسن تدير ردود، مش عايز الردود. أنا أردت ردهم هم أصحاب القول القديم، قالوا أوردتم علينا إرادة، ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الانتفاع بها، فقالوا لو أباح الانتفاع لا يستلزم إباحة الانتفاع إباحة البيع. نفس الحديث اللي استدل به الأخ لكن بطريقة أخرى، ما عرفش هيرد المتفق عليه. يا ربي إيش اللي بيحدث هذا؟ يبقى في امتحان فقهي. لو ما ظهرش سلاح واحد أنا مش هأجيب. ما أيوه قلت له استدلالك ليس فيه دقة نظر، أنتم ما فهمتوش ليش رددت عليه؟ ده مش تقعيد علمي، تقعيد الطالب للعلم. طالب العلم عندما يناظر يرد المختلف فيه إلى المتفق عليه، لكن لما يرد المختلف فيه على المختلف فيه سيقولون له كيف ترد؟ ترد مختلف في مختلف؟ كلامك ليس بصحيح وليس بسديد، لن أخذ منك كلاما. ده حتى دي مش واصلة. واصلة ولا مش واصلة؟ فاهم؟ لأن في خلاف بين العلماء أصلا، هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو حرام، هل هو راجع على البيع ولا راجع على الانتفاع ولا راجع على البيع والانتفاع؟ في خلاف أصلا مش متفق عليه. فهمت؟ جيد جدا. هات أنا بقى هبحث عن الأسلحة، وإلا إنما الفقه البيوع. تفضل. أحسنت، هذه باب من الأبواب كما قال الأخ الكريم أيضا على مسألة عسب الفحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسألة البيع. تعرفون عسب الفحل؟ ما ينزل الفيس على نعم بتؤجر في الريف، بيؤجرون ذلك. الرجل ما عنده رأس ماله كله التيس اللي عنده اللي بيربيه هذا، بيأكل كثيرا ويروح بقى ينزل ويأخذ أجر على ذلك. فالنسل نهى عن عسب الفحل. ذلك موسى صاحب أبيس كاد يقتلني في هذه المسألة، قال عشتنا كلها أبيس على هذا. فأنا قلت حرام إن كانت مكرمة تصح، فأجاد الانتفاع ولم يجز إيش البيع والشراء. هذه جيدة، لكن أصل النزاع في النجاسات. لا لن أجيب، أنا لن أجيب، انتهى الموضوع. هذا الإيراد نحن نتركها مجملة، وأنتم ستأتون بالدليل، وإلا لا دليل عندي. أقول الإيراد الذي نورد عليهم أنه إذا أجاز الانتفاع لا يستلزم جواز الانتفاع بجواز البيع. هم أوردوا علينا ذلك، وهذا كلام صحيح ولكن له دليل، أنتم ستأتون بالدليل. المهم ده القول القديم. يبقى القول القديم قالوا لا يجوز البيع ولا الشراء، لا يجوز الانتفاع به في حال من الأحوال بالبيع والشراء، واستدلوا بهذه الأدلة التي سقناها لكم. القول الجديد، ودائما خذوها قاعدة كثير جدا في أقوال الشافعية، قول قديم وجديد، الجديد هو الراجح، إلا في حوالي 18 مسألة أو أكثر أو أقل، 18 ما يقرب من ذلك، فالقديم فيها والراجح فيها. فالجديد هو الراجح، قالوا لا بل يجوز البيع والشراء، واستدلوا على ذلك بعموم الأدلة مع خصوص النظر. أما عموم الأدلة فقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، يبقى إذن الربا والمحرم فقط، وهذا حلال البيع فيدخل تحت العموم. قالوا وخصوص النظر، قالوا لما حرم الله بيع الميتة ولما اتفقتم على تحريم بيع الميتة؟ لما؟ ما العلة؟ أجيبوا، إنما حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الميتة لما؟ للنجاسة، العلة النجاسة. قالوا إذن الحكم عندنا يدور مع علته حيث دارت وجودا وعدما، إذا وجدت النجاسة حرم البيع، وإذا انتبت النجاسة أحل البيع، صح البيع. قالوا وهنا الجلد نجس بالموت وقد طهر بالدبار، فهنا العلة انتفت، النجاسة انتفت وصارت من النجاسة إلى الطهارة، رجع الحكم على ما هو عليه بعموم قول الله تعالى وأحل الله البيع. فإذا إذا طهر أو طهر القديم طهر بالدبار
فنقول إذا بعنا الطاهر ما بعنا النجس، فيصح البيع أو تصح المعاملة بالبيع والشراء. هذا القول الجديد، وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح. والرد على أدلة القول القديم، أولا الدليل الأول قولهم قول الله تعالى إن حرمت عليكم الميتة والدم، قلنا هذه الآية عامة، وهذه جاءت إجابة من أخت فاضلة هي اللي أجابت، فقيها أيضا يعني فقه ولغة هو الآن، والعقيدة في تعادل، الإجابة هي مع الأخ أحمد، صحيح ولا لا ما قالت ذلك؟ نعم إقرارا أهي، أنا يعني سأقرأها عليكم، يعني أتت بالإجابة التي ما تكلمنا عنها حتى، قالت الآية كانت عامة في تحريم الميتة في كل شيء، ولما حلل النبي صلى الله عليه وسلم الجلداء بعد الدباغ فقد خص بذلك، ده تقعيد علمي، يعني المسألة الآن مش تحتمون النساء ناقصات عقل دينا وتفرج، الإجابة بالرد والمناظرة، فالرد على القول القديم أن الآية عامة وحديثنا خاص، والقاعدة عند العلماء لا يتعارض عام مع خاص، يقدم الخاص على العام لا سيما وأن الخاص يكون قاطع في الدلالة، والدليل العام يكون ظني الدلالة، وأيضا إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. فهنا نقول بالتخصيص حرمت الميتة كأكل والسقاء وشرب، شرب أي شيء عندها الماء اللي هو نقول المرق لها لا يجوز، وأيضا لا يحل البيع والشراء فيها، صح؟ لا ده مختلف فيه، فلا تحل إلا الجلد، فنقول كل شيء يحرم بيع وشراء، يحرم أكل، يحرم المرق في كل شيء إلا الجلد، لأن الجلد جاء الدليل الخاص بأنه يطهر بإيش؟ بالدباغ، فيطهر بالدباغ، فإذا طهر بالدباغ فيصح استعماله ظاهرا وباطنا، صلاة سقاء فرش أو بيعا وشراء بالاستفادة من الثمن، مفهوم؟ يبقى إذن عندنا الآية عامة ودليلنا خاص، ولا يتعارض عام مع خاص، يقدم الخاص على العام. طيب الأمر الثاني، لما قالوا لنا قول سلم حرم بيع الخمر والأصنام وحرم بيع الميتة، قلنا لهم نوافقكم على العموم، حرم بيع الميتة لما؟ ما الحكمة؟ ما العلة؟ النجاسة. قلنا فإذا كان كل الميتة نجسة ويبقى الجلد أنه يطهر بالدباغ فقد انتفت العلة، فيبقى إذن هذا الحديث عام في كل الميتة، في الجلد، في العصب، في الشعر، في العظم، إلا الميتة لأنها قد تغيرت صارت من النجاسة إلى الطهارة بالدباغ فيصح بيعها. فهمتم؟ نعيد ولا فهمتم؟ فهمتم؟ يبقى إذن الصحيح الراجح في ذلك الانتفاع مطلقا. يبقى أصول المذهب تقول الحياة لازمة للطهارة، الموت لازم للنجاسة، والدباغ لجلد الميتة التي هي نجسة حكمها النجاسة، يطهر بالدباغ، وهذه الطهارة تؤول إلى الانتفاع مطلقا، ينتفع بها صلاة فرشا حتى بيعا وشراء، حتى بيعا وشراء يصح بيع جلد الميتة بعد الدباغ كله، المأكول غير المأكول على المذهب. تحتملون معي المخالفة والنقاش؟ يعني نأتي بكلام المخالف ولا خليكم في أصول المذهب وينتهي الموضوع؟ الأخ كريم نأخذ الخلاف، خلاف العلماء، أنت أنا بأخذ بك أنت، أيوة نأخذ الخلاف، لا يبقى كده نأخذ الخلاف، كلام أنت قلت ذلك بس بالراحة، حاضر. يبقى إذن ثبتوا معي أصول المذهب. أصول المذهب لحم بقر، لحم إبل، لحم حمار أهلي، كل ذلك بالحياة الجلد طاهر، بالموت والجلد بالدباغ طاهر، ويصح الانتفاع به سواء بيعا وشراء أو صلاة ظاهرا وباطنا أو سقاء أو فرش أو غير ذلك فيصح كل هذا، هذا أصول المذهب. فجاء المخالفون يتربصون بنا الدوائر، فجاء أول من خالف التلاميذ، وما كان لهم أن يخالفوا لأنهم تلاميذ الشافعية الحنابلة، وكلامهم أضعف ما يكون، إن شاء الله ستصيرون شوافع رغم أنوفكم، الغرض المقصود حتى لا يكون تعصب للمذاهب. الحنابلة قالوا وإن كنا تلاميذ نحن نخالف، قلنا نحن نحترم الخلاف طالما عندكم دليل، لأننا ندور مع الشرع حيث دار. فقال الحنابلة لا يجوز الانتفاع بأي شيء من الميت، لا جلد لا عصب لا عظم لا شعر لا أي شيء، لا يجوز الانتفاع بأي شيء، حتى لو الجلد لو دبغ، نعم حتى الجلد لو دبغ لا يصح الانتفاع به. قلنا لكم إذا خالفتم فعليكم بالدليل، قالوا معنا أسلحتنا، قلنا هاتوها، قالوا أولا قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة ألف ولام إيش استغراقية، كل الميتة جلد عصب عظم لحم شحم كل شيء يحرم عليكم، يبقى حرم عليكم كل شيء، والتحريم هنا عام يعني تحريم بالانتفاع أو تحريم بالبيع والشراء أو تحريم بالأكل وغيره، فهذا تحريم بكل شيء. قالوا هذا الدليل العام. قالوا والدليل الخاص حديث
السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنتفعوا، وده فاصل في النزاع، نص في المسألة، لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا بعصر، وهذا أنهى المسألة. قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا بعصر، قالوا هذا فاصل للنزاع، وعندنا الدليل قاطع وهذا حاضر، وكل الأدلة التي عندكم مبيح، والحاضر يقدم على المبيح. قالوا لا تنتفعوا، ولا أجيبوا لا ناهية، والأصل في النهي التحريم، يبقى إذن حرم عليكم الانتفاع بأي شيء، لا جلد مدبوغ ولا غير مدبوغ. قالوا هذه الأدلة. ثم قامت المالكية، ودي رواية، رواية عن أحمد، رواية عن المالكية أيضا، بعض المالكية قالوا ذلك. ثم قام المالكية فقالوا لا بقولكم نأخذ ولا بقول الحنابلة نأخذ، فأنتم كلكم تلاميذ، فالشوافع تلاميذ المالكية والحنابلة تلاميذ الشافعي، فهم تلاميذ بالتعدي للمالكية. قالوا نقول بالانتفاع بكل شيء. استغفر الله، أنا ذهلت، سامحوني، أرجع أدراجي إلى قول الشافعية مرة ثانية قبل الخلاف، سامحوني. احنا قلنا إن هذا عموم جلد الميتة صح، لكن استثنى الشافعية مأكول وغير مأكول، لكن استثنوا الكلب والخنزير، أنا نسيت وهمت وما أحد ذكرني، سامحوني. قول الشافعية بعموم الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ إلا مأكول وغير مأكول، إلا الكلب والخنزير، إلا الكلب والخنزير. قالوا أما الخنزير فالنص من كتاب الله، يعني دليلون على ذلك كتاب الله. قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قال فإنه الضمير عائد على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الخنزير، فإذا الخنزير بالتنصيص يحرم. قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه، قال وغيره أولى، وغيره أولى. قال فهذا نص في الخنزير. وألحقنا الكلب بالخنزير، قلنا لما؟ قالوا أيضا بالسنة. قلنا كيف ذلك؟ قالوا حديث الصحيحين عن سلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، قال ليرق هذا الماء وليغسله سبعا، لما؟ لأن لعابه إيش؟ نجس. قالوا واللعاب أشرف ما يكون في الكلب، فإن كان أشرف ما يكون في الكلب نجس، مفهوم؟ فإذا باقي ما في الكلب يأخذ الحكم، يعني إن كان اللعاب نجس فالجلد نجس والشعر نجس وكل شيء فيه نجس، مفهوم؟ مفهوم؟ نعم. طيب هذا بالأثر. قال وبالنظر، قالوا إن كانت الحياة لا تقوى على الطهارة، مع أننا قعدنا القاعدة الأولية أن الحياة لازمها، قالوا إن كانت الحياة في الخنزير والحياة في الكلب بهذا الدليل لا تقوى على أن تطهر الخنزير وتطهر الكلب، فمن باب أولى أن يضعف الدباغ عن تطهيره، فهمنا؟ يعني كانت الحياة التي هي أصل، وقلنا أن الدباغ يلحق بها، إن كانت الحياة التي هي أصل لم تقوى على تطهير الكلب والخنزير فالدباغ أضعف من الحياة، فلا يستطيع من باب أولى أن يطهر جلد الكلب ولا جلد الخنزير، لا جلد الكلب ولا جلد الخنزير يطهران بالدباغ لأن الحياة لم تطهرهما، مفهومة؟ مفهومة ولا لا؟ فإذا عندهم كل جلد ميتة يصح الانتفاع به بعد الدباغ مأكول وغير، إلا إذا خالف الحنابلة وجاءت المالكية قالوا ولما خصصتم الكلب والخنزير بل الكل ينتفع به. قول المالكية قالوا بل الكل ينتفع به، أي جلد دبغ ينتفع به لكن بقيد وشرط. قلنا ما هو القيد؟ قالوا ينتفع به ظاهرا لا باطنا، قالوا تنتفع به بالظاهر، مفهوم ظاهر الجلد لكن باطنه لا، لما؟ لأن باطنه احتك بإيش؟ بالجلد، الجلد احتك باللحم، وهذه حكم مجاورة أيضا. الحنابلة في استدلالهم بالنظر قالوا الحكم بالمجاورة، لأن الباطن لو جاور، أو قالوا الجلد الميتة جاور اللحم واللحم بالإجماع نجس، فإذا المجاور يأخذ حكم ما جاوره. فالمالكية فرقوا تفريقا لطيفا من قول الحنابلة، قالوا لا الظاهر لم يجاور لكن الباطن جاور، فالمجاور يأخذ حكم المجاور له، فقالوا الباطن لا يصح الانتفاع به للنجاسة، وقالوا الظاهر ايش؟ شفت بعير جلده ماشي في اليمين ولحمه ماشي في الشمال، سيب بعد الفصل ممكن البقايا هتكون موجودة، مفهومة هذه ولا غير مفهومة؟ مفهومة. يبقى إذا المالكية قالوا ينتفع بكل شيء حتى الكلب والخنزير لكن بقيد وشرط، انتفاع ظاهرا لا، يبقى فرقوا بين الظاهر وبين الباطن. الثالث، الأحناف ما أعجبهم القول، قالوا لا والله إن الشافعي ناصر السنة قد
قرب بين علم الحديث وعلم الفقه وعلم الرأي، ونحن معه ونقول بما قال: مأكول وغير مأكول ينتفع بجلد الميتة بالدباغ بيعا وشراء وصلاة وفرشا، لكن نخالفه في شيء واحد. قلنا: ما هو الخلاف؟ قالوا: في الكلب. نقول لكم بما قلتم في كل شيء، ونستثني الخنزير ولا نستثني ايش؟ الكلب. بمعنى ان الكلب يجوز الانتفاع بجلده، يعني لو رجل اخذ بحديث النبي في اباحة قتل الكلاب وبحث عن الكلاب الولف كما يقولون، او الكلاب النظيفة هذه البيضاء، فاخذ يقتلها ويأخذ شعرها فيدبغ ويأخذ يبيعه ويشتريه ويقول انتفع به. طبعا ولا نعم الكلاب البيضاء هذه اللي ودنها مبدلة، صح؟ هذه يعني الواحد بينهال عليها، يريد ان هو يراها يفتن برؤيته، فهو يقتلها ويأخذها ويفعل بها. قالوا: والأحناف قالوا ذلك. قلنا لهم: لما خالفتمونا في الكلاب؟ قالوا: لأن النص جاءنا في الخنزير بالآية، ولم يأتنا نص آخر في إيش؟ في الكلب. ثم قام الأوزاعي، والأوزاعي كان فح، هذا الأوزاعي كان من صعيد مصر، كان من أسيوط، فكان فقيها. لا إيه يا إخوة، ده من أقاصي أسيوط، أنتم مش عايزين تتشرفوا حتى بالأوزاعي، من أقاصي الأوزاعي. إيه منين؟ من دمشق، يعني من سوريا، مش من لبنان كما قال الأخ. هو عبد المتن الأوزاعي شامي، نعم، فقيه الشام، هذا رجل فحل في الفقه. الأوزاعي قال: ينتفع بجلد الميتة المأكول لا غير المأكول، ينتفع بالمأكول لا بغير المأكول. ولأول مرة يخرج الشيخ الإسلام عن الحنابلة، ويعني أنا ليتني راجعت هل أخذ الشيخ الإسلام أتى برواية، لأن أكثر ما يرجح يقول هذه رواية عن أحمد، هل هي رواية عن أحمد أم لا؟ الغرض المقصود الشيخ الإسلام تماما يرجح هذا القول، التفريق بين المأكول وغير المأكول. قالوا: نحن نقول بالانتفاع، نخالف الحنابلة في ذلك، نقول بالانتفاع بأن جلد الميتة يستطيع المرء أن يستخدمه وأن ينتفع به بيعا وشراء فرشا صلاة أي شيء له أن ينتفع به، بس بشرط أن يكون مأكولا. قالوا: مأكول، أما غير المأكول لا. قلنا لهم: فرقتم بين المأكول وبين غير المأكول، ما دليلكم على التفريق؟ قالوا: دليلنا على التفريق أثر ونظر. قلنا: ما الأثر؟ قالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس حديث ميمونة أنه مر على حمار أهلي وجده ميتا، فقال: هل انتفعتم بها؟ شات، مش حمار، لا مش حمار أهلي، ده شات، والشات هذه غير مأكولة، يحرم أكلها. الشات مأكولة متأكدين؟ تؤكل حية؟ أيوة، تؤكل بعد الزكاة، صح؟ قالوا: مر على شات، فقال: هل انتفعتم بها؟ فيستدلون بالعموم الشافعية، قالوا: لا، نحن نقول العبرة بخصوص السبب الآن، لأنه لما مر على شات، وهذه الشات مذكات فتبقى على حالها، يبقى دي وقعت حال، يعني مر على شات، والشات مأكولة ولا غير مأكولة؟ مأكولة. قالوا: إذن الشات الميتة هذه كانت مأكولة، يجوز أكلها بالزكاة، فقال: انتفعوا بها، لأنه يمكن الانتفاع بها في حال حياتها بالأكل بعد الذبح، فقالوا: هذه خاصة في المأكول به. يبقى إذن حديثة ابن عباس حديثة خاصة في المأكول به، لأنه لما مر على الشات، فدي وقعت حال أو وقعت عين لا يقاس عليها إلا مثلها. قالوا: والدليل الفاصل لنا أيضا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: دباغه، يعني دباغ الجلد، دباغه زكاة. قالوا: نستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الانتفاع بجلد ميتة إلا المأكول. قلنا لهم: كيف ذلك؟ قالوا: قال النبي دباغه زكاته. ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة عند شيخ الإسلام تيمية أو عند الأوزاعي في هذا الحديث؟ قالوا: نحن نستدل بهذا الحديث فاصل في النزاع، نستدل به على أن المأكول فقط هو إذا مات وما تداركه المرء بالذبح، إذا مات له أن ينتفع بجلده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغه زكاته. ما وجه الدلالة؟ أنت ما اسمك؟ محمد. لا فض فوق والله، بس اسكت حتى نرى الإخ. لا فض فوق يا محمد، أحسن الله إليك. أشبال سيخرجون في الفقه أوتاد بإذن الله، الأسلحة، نعم، الزكاة. طيب وين وجه الدلالة عندهم؟ قالوا: حديثنا الآن يقول دباغه زكاته. قالوا: هذا عندنا فاصل في النزاع، عشان يعرف إن فقيهات العصر كثرنا عندنا الحمد لله، وهذا فقيهات بحق مش فقيهات بزيف وزور. اهي الورقه اهي، بص النساء، والله اجابه لآلئ ليست اجابات لآلئ تاتي من الداخل في الفقه، في الفقه، وهذا اقسم بالله عجب ودهشه. انا تقر كلامها او لا تقر،
انظر معي، قالت دباغ زكاته أي دبغ الجلد يعتبر زكاة، والزكاة لا تكون إلا في المأكول لا في غير المأكول، يعني لا في الميت. وكلمة دباغه تدل على أنها عامة وهي زكاة عن كل ما ذبح. الكلام ده كلام والله من القوة بمكان، فهمتم ولا لا؟ هو بيقول الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما ألحق، قال النصف وما أتى بالنصف الثاني، ولذلك أنا قلت له أنت أتيت بالأشق فإيش فألحق أتي بالأيسر، مفهوم؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم دباغ زكاته، يبقى الزكاة لا تكون إلا في المأكول، وألحق النبي صلى الله عليه وسلم الدباغ بالزكاة فحكمه حكم الزكاة يعني لا يكون إلا بالمأكول، ده وجه الدلالة عندهم. وتفضل. قالوا هذا من الأثر، أما من النظر فقالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود النمر، نهى صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود السباع بالذات جلود النمر. قالوا هذا النهي للنجاسة، ولو كان ثم التفصيل لفصل، قال أنهاكم عن افتراش جلود النمر، وطبعا دي كثير عند بعض الناس الأغنياء يفعلون ذلك يفترشون جلود النمر، لفصل قال أنهاكم عن افتراش جلود النمر التي لم تذبح، فإذا ذبحت فافترشوها، صح ولا لا؟ لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفصل، لما لم يفصل فهذه على العموم، والعلة هنا النجاسة، والنجاسة عامة سواء ذبح أو لم يذبح. والنمر نظرنا فيه فوجدنا أن كتفه من أشهى المأكولات، يوضع في الأطباق في الضيق يؤكل لا يؤكل، قالوا يبقى إذن هذه الدلالة على أن المأكول يخالف غير المأكول في الحكم. أضاءت عندكم ولا ما أضاءت؟ أضاءت الحمد لله. يبقى إذن قالوا عندنا أدلة كثيرة تثبت لنا التفريق بين المأكول وغير المأكول بالأثر وبالنظر. أما بالأثر فإن حادثة ميمونة كانت في الشاة والشاة مأكولة، فإذا المأكول حكمه يخالف حكم غير المأكول. قالوا والفاصل في النزاع حديث النبي صلى الله عليه وسلم دباغه زكاته، فألحق الدباغ بالزكاة، والزكاة لا تكون إلا على المأكول، فالدباغ يخص حكمه لا يكون إلا على المأكول. قالوا ومن النظر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود النمر بعدم التفصيل، لم يفصل سواء كانت مدبوغة أو غير مدبوغة، والعلة في ذلك النجاسة، فإن دبغت فهي نجسة وإن لم تدبغ فهي نجسة. فإذا هذه الأقوال للمخالفين، فأقول صراحة هذا القول من القوة بمكان وله حظ فائق من النظر، صراحة قول الأوزاعي وتقريح الشيخ الإسلام تيمية قول من القوة بمكان، لكن الراجح الصحيح هو قول الشافعي، الراجح الصحيح هو قول الشافعية، وأنه على العموم جلد المأكول وغير المأكول يصح الانتفاع به بعد الدباغ ويصير طاهرا للأدلة التي فرضناها. والرد على المخالفين أولا رد على الحنابلة، لأن ذا أضعف الأقوال، وسامحوني أن أقول ذلك، أضعف الأقوال هو قول الحنابلة، قالوا لا ينتفع بها واستدلوا على ذلك بعموم حرمت، قلنا هذا عام مخصوص، وأيضا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميت بإيش؟ بإهاب ولا عصب، ده قول الحنابلة والمالكية مع بعض. قلنا الحديث الرد عليه من وجهين، الوجه الأول هذا حديث مضطرب فيه اضطراب معل كما أعله البيهقي وكثير من المحدثين، حديث ضعيف، والقاعدة عندنا وعندكم الأحكام فرع على التصحيح، فإذا ضعف الدليل لا استدلال لكم ولا حجة معكم ولا تستطيعون المصارعة معنا لأنكم بدون سلاح. قالوا تتنزلوا، رأيناكم كثيرا ما تتنزلون مع الخصم، قلنا تنزلنا مع الخصم والحديث صحيح، فالرد عليه من وجه آخر، لا تنتفعوا، ارجعوا إلى أول الدرس، قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا بعصب، قلنا نوافقكم على ذلك وليس في محل النزاع، لأن الإهاب الجلد قبل الدباغ، ونحن معكم الجلد قبل الدباغ نجس، فإذا دبغ فقد طهر، يبقى إذن الحديث ليس في محل النزاع، إذ النزاع الجلد بعد الدباغ. هذا الرد على الحنابلة. أنتقل طيب الرد على من؟ الرد على المالكية. المالكية قالوا ينتفع بكل شيء ظاهرا دون الباطن، نرد عليهم نقول الخنزير قد نص الله جل وعلا على نجاسته وعمم نجاسته بعد الدباغ وقبل الدباغ، فإنه رجس والكلب أشرف ما فيه قد بين سلم نجاسته وهو اللعاب فهو نجس، فلما أدخلتموه؟ هذا الرد عليهم من أول وجه. الوجه الثاني نقول لهم قد فرقتم بين الظاهر وبين الباطن بلا مفرق، قالوا لا عندنا مفرق، قلنا ما هو؟ قلنا قياس المجاورة، نلحق الجلد بإيش؟
باللحم لأنه مجاور، حكم المجاور، وهذا له قواعد. نعم نعم، المجاورة يحكم بها في بعض الأمور، لسنا بصدد الكلام عليها، لكن نحن نقول هذا قياس الجلد على، أجيبه، قياس الجلد على اللحم، وهذا قياس مع الفارق أولا هو قياس فاسد. لما هو فاسد؟ صادم نصا. ما هو النص؟ أيما هيال قد دبغ فقد طهر. يبقى إذن هذا القياس أولا مع الفارق، لأن الجلد يخالف اللحم، لأن الجلد لا يؤكل ولا يؤكل، في فوارق كثيرة بين الجلد وبين اللحم. الثاني هذا القياس قياس فاسد الاعتبار. لما؟ لأنه صادم نصا، جاء للنص يفرق بين اللحم وبين الجلد. قال النبي أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهذا تفريق من النبي صلى الله عليه وسلم. فأنتم الآن ألحقتم أو نقول سويتم بينما فرق الشرع بينهم، وهذا خطأ فاحش. نحن نقول فرق الشرع نفرق، سوى الشرع نسوي، فرق الشرع بين الجلد وبين اللحم فنفرق نحن بين الجلد وبين اللحم. الرد الثالث صراحة كما قلت، الثالث هو قول الأوزاع وترجيح الشيخ الإسلام تيمية، هذا القول من القوة بمكان. يعني لو لم نقل بقول الشافعي الأحناف، طيب الرد على الثالث هو الأحناف، الأحناف قالوا نخرج الخنزير ونبقي الكل على طهارة. نعم الخنزير، قالوا الخنزير يستثنى، هم أخرجوا الخنزير، يعني أخرجوا من إيش؟ دبغ أو لم يدبغ لا يطهر، وأدخلوا الكلب، قالوا لو جلد الكلب دبغ يطهر. قلنا لهم لما منعتم دخول الخنزير؟ قالوا نص الآية على إيش أحمد؟ نص الآية على إيش؟ على النجاسة. نص الآية على النجاسة. قلنا يعني أخرجتم الخنزير من أجل النجاسة؟ قالوا نعم. قلنا والكلب قد جاء الدليل على نجاسته. قالوا ما هو الدليل؟ قلنا الدليل في ولوغ الكلب، فولوغ الكلب نجس، وهذا أشرف ما يكون فيه اللعاب، هو أشرف ما يكون فيه، فما بالكم بالجلد والعظم والعصب؟ فوافقوا وقالوا إذا نلحق الكلب بالخنزير. فهذا رد على الأحناف. نقول الرد على الطول شيخ الإسلام تيمية صراحة سهل جدا الرد عليه من الأثر، لكن من النظر صعب، سأنبين ذلك. الرد عليه من الأثر، أما قولكم بأن مرور النبي صلى الله عليه وسلم كانت على شاة والشاة مزكاة، نقول القاعدة التي تتفقون عليها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لو كان السبب الشاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمم وقال أيما إهاب، سواء ميتة مأكول أو ميتة غير مأكول، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وده رد قاطع، لأن الشيخ الإسلام تيمية لابد أن يسلم بهذا. لما؟ لما؟ لأنه يقول بهذه القاعدة دائما يقول بها، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أما الدليل الذي استدل به الثاني وهو دباغه وذكاته، قلنا نحن نوافقكم على هذا اللفظ دباغه وذكاته، ولا نوافقكم على الإلحاق، بل نقول إن الإلحاق هنا إلحاق الانتفاع لا إلحاق الحكم، إلحاق الانتفاع. دباغه وذكاته معنى الحديث، يعني كما أنكم تنتفعون بالشاة في إبراد ميمونة، تنتفعون بالشاة بذكتها، فأنتم أيضا، وهذه الشاة كانت حية، وهذه الشاة إن ماتت كانت ميتة، تنتفعون أيضا بجلدها بإيش؟ بالدباغ. فهنا الإلحاق أو الحكم حكم الانتفاع لا حكم الإلحاق في التفريق بين المأكول وغير المأكول. يعني معنى الحديث دباغ زكاته، نقول زكاته، يعني إيش زكاته؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم تنتفعون بالشاة، كيف؟ بالزكاة. فإذا انتفعتم بالشاة بالزكاة لكم أن تنتفعون بهذه الشاة الميتة أيضا بإيش؟ بالدباغ، خاصة في الجلد، مفهوم؟ يبقى الإلحاق هنا الإلحاق في الانتفاع فقط، يعني يجوز أن تنتفعوا بالشاة الميتة بالدباغ كما كان يجوز لكم أن تنتفعوا بالشاة الحية بإيش؟ بالزكاة، وليس ثمة قرب ولا بعد من المأكول ولا غير المأكول. الكلام كله على إيش؟ الكلام كله على إيش؟ على الانتفاع. فقام قائم وقال أنت تهزي. قلت جزاك الله خيرا. لما؟ قال أين دليلك على أنك حجرت واسعا وقلت أن سياق الحديث أو الحديث يدور على الانتفاع فقط؟ أقول القاعدة تقول السياق والسباق من المفسرات والموضحات والمقيدات. قال ما هو السباق والسياق؟ قلنا في الحديث، حديث ابن عباس قال لهم إيش؟ هل أجيب الآن هل إيش؟ انتفعتم، فالكلام كله على إيش؟ على الانتفاع. فقلنا له المسألة كانت تدور على الانتفاع، فدباغ زكاته يعني إذا انتفعتم بالزكاة لكم أن تنتفعوا بالدباغ. يبقى رددنا على الأثر، صراحة الرد على النظر صعب شوية، لأنهم قالوا النهي تتفقون معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود النمر، والعلة عندنا النجاسة. فالرد عليهم
وإن كان فيه شيء من ممكن يرد عليه لكن هو رد أيضا يعني فيه صحة. نقول أنتم الآن قلتم بأن العلة في النهي عن افتراش النمر هو النجاسة، ولا نوافقكم على التقعيد، لا نوافق على المقدمة، لا نوافقكم على المقدمة، بل نقول النهي لأمر آخر ليس النجاسة، ما تعرض للنجاسة، النهي لأمر آخر، لأن مثلا نهى أيضا عن افتراش إيش؟ نهى عن افتراش الحرير، فنهى مثلا عن افتراش السجادة الحرير، لما للنجاسة؟ لا، للمفاخرة والمباهاة. فنحن نقول إن افتراش جلود النمر نهى عنه سلم من أجل المفاخرة والمباهاة وليس من أجل النجاسة، فهنا نخرج عنهم نقول المقدمة خاطئة، فالنتيجة خاطئة. المقدمة قدمتم لها بأن النهي كان للنجاسة سواء دبغ أو لم يدبغ، قلنا لهم المقدمة خطأ، وطبعا النتيجة عندهم دبغ أو لم يدبغ، فإذا هو إيش؟ لا يصح لأنه نجس لأنه غير مأكول. قلنا لا، المقدمة باطلة لأن النهي ليس منصبا أو ليست الحكمة أو ليست العلة فيه النجاسة، بل العلة فيه هي المفاخرة والمباهاة كما نهى عن افتراش الحرير. فإذا خرجنا منكم بفضل الله بسلام، وقلنا العلة هي المفاخرة وليست المسألة متعرضة للنجاسة أو غير النجاسة أو الدباغ أو غيره الدباغ، فيبقى هذا النظر في غير محل النزاع، وتسلم أدلتنا ونخلص من ذلك، وأنا أظن أنتم خلصتم ومتتم فسامحوني على ذلك، نخلص من هذا أن دي العصارة اللي ممكن يطلع بها الأخ اللي هو ما فهمش الخلاف، نخلص من ذلك على أن الميتة لا ينتفع بها بأكل ولا شراب ولا أي شيء إلا الجلد، يمكن أن ينتفع بجلد البقر، جلد الشاة، جلد الأسد، يمكن الانتفاع به بأن يدبغ بالدباغ فيطهر فينتفع به إيش؟ صلاة عليه، أو سقايا يعني تكون قربة نشرب منها، أو بيعا وشراء لتجارة الجلود، لتجارة الجلود. هذه في المأكول وفي غير المأكول، طبعا إلا الكلب والخنزير، أحسنت، باستثناء الكلب والخنزير. المحققون في الشافعية قالوا فيها طب هل يؤكل هذا الجلد بعد الدباغ ولا لا، هذه مسألة اختلفوا فيها وأنتم أبعد ما تكونون عنها، يعني ما نتكلم فيها لأن أنا ما وجدت أحد مصروع بيأكل الجلد اللي عنده. في حد بيأكل؟ ربنا لا يأتي بها إن شاء الله. أما هذه المسألة مسألة خلافية بالعلماء، هل يؤكل ولا ما يؤكل، خلاف عريض بين الشافعية أنفسها على أن يؤكل أو لا يؤكل. الراجح كلها زي ما أنت عايز، تفضل حضرتك. الآن ليه منع الكلب، ليه منع افتراش جلده؟ نجس، أحسنت. فالآن بقى الأسد والنمر فين الدلالة عن نجاسته؟ فين أنا آتي الدلالة عن النجاسة؟ ما في، مفهوم؟ هذا هو لعاب الأسد، لعاب الأسد طاهر. دي بقى هتدخل دي مسألة خلافية جدا اللي هي فيها الأسآر، أسآر البهائم، هو المصنف ما أتى بها، تريدونها؟ إيه اللي بيحصل ده الشهية ما شاء الله، ده مش ممكن الانفتاح ده، ما فيش مشاكل. الأسآر أصلا فيها خلاف، دي هتدخل في الخلاف، والصحيح الراجح الذي يدين الله به كما يدين به الشافعية أن أسآر البهائم كلها طاهرة إلا ما دل دليل على النجاسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.